مرحبا مجددا. هنالك قول للرئيس الأمريكي تيودور روزفلت الذي حكم الولايات المتحدة من سنة 1901 لل 1908 تسعة بالأحرى، يقول فيه: In politics nothing happens by accident and even if it happens you can bet it was planned that way. يعني بالسياسي ليس هنالك ما يحدث عن طريق الصدفة، وحتى إذا حدث عن طريق الصدفة فإنه يكون مخطط له مسبقا. المغزى من هذا القول هو أن القبض على جزار معتقل الخيام عامر الفخوري بتقديري لم يأتي صدفة، فالجهة التي سربت إلى الصحافة خبر مجيئه أو وصوله إلى لبنان عن طريق مطار بيروت كانت تعرف أو ظاهر متابعة حركته على مدى فترة طويلة ورصدت حركته وهو يعود إلى لبنان، وبالتالي قد لا تكون هذه الزيارة هي الأولى له بعد تحرير الجنوب المحتل جنوب لبنان في العام 2000 من الاحتلال الإسرائيلي وعملائه الذي كان عامر فخوري واحدا منهم. طبعا ما يعزز هذه الفرضية هو ظهور عامر الفخوري في عدد من يعني في عدد كبير من الصور مع عدد من الشخصيات من الصف الأول في لبنان، بما يفيد بأنه زلمي كان على يعني عنده اتصالات على أعلى مستوى، و كان منا مثلا حضوره المتكرر إلى السفارة اللبنانية في واشنطن. هون يعني هنا السؤال: لماذا قامت هذه الجهة بتسريب خبر الفخوري الآن؟ هل لأن أحست بأن هذه الزيارة كانت يعني مرتبطة بعمل أمني ما، خصوصا أنه تم الإفصاح عن أن عددا كبيرا من العملاء اللحديين الذين تعاملوا مع الاحتلال الإسرائيلي لمدة ربع قرن تقريبا بدأوا بالعودة إلى لبنان وبالتواصل مع لبنان، وأن هنالك لائحة بالعشرات بل بالمئات الآن التي تتحدث عن عودة عملاء إلى لبنان وإسقاط أسمائهم عن لوائح الملاحقة من قبل الاستخبارات اللبنانية والسلطات اللبنانية. هنا يطرح يعني تساؤل: هل كان هنالك وظيفة أمنية لهؤلاء العملاء؟ وهل أن الدولة الراعية لهم يعني أو التي لجأوا إليها وهي الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني سعوا لاستخدام هؤلاء العملاء في عمل ما في لبنان في هذا الوقت بالذات؟ ما يعزز هذه الفرضية هو أنه في ظل يعني بعدما اعتقل عامر الفخوري بدأت أوساط أمريكية على أعلى مستوى بالتحرك للإفراج عنه، ومن ضمنهم يعني شخصيات في الكونغرس الأمريكي. كذلك الأمر توجهت بارجة حربية مدمرة أمريكية إلى مرفأ بيروت واستقبلها طبعا الساسة اللبنانيون أو بعض الساسة اللبنانيين ممن اعتادوا للأسف الزحفة لكل غربي، وبحضور صرحت السفيرة الأمريكية في لبنان بأن هذه المدمرة تحمل رسالة سياسية. إضافة إلى ذلك، فإن التقديرات الآن بأن الولايات المتحدة تسعى لزعزعة الوضع في لبنان وممارسة ضغوط عليه، يعني بدأت بالعقوبات على بعض المصارف التي اتهمتها بأنها غطاء لتعاملات حزب الله المالية، أو عبر ضغط بالسياسي لعزل حزب الله مثلا وقطع العلاقات مع سوريا، من ضمنها مثلا اختطاف قريب لزوجة الرئيس السوري كيانا في لبنان، يعني وهو عم زوجة الرئيس السوري وهو رجل أعمال ولا يقوم بأي عمل عام أو عمل سياسي، وأفرج عنه بعد ساعات قليلة بتدخل من مدير عام الأمن العام. يعني هذا يعزز فرضية أن هؤلاء العملاء يتحركون من ضمن
أجندة لإعادة تحريك ملفات أمنية، ملفات سياسية في لبنان لزعزعة الاستقرار فيه، خصوصا أنه يعني أن الوضع في سوريا بدأ يستقر إلى درجة كبيرة لغير صالح الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تسعى لتفجير ساحات بديلة عساها تستطيع أن تعدل موازين القوى. أرجو أن تكون هذه الحلقة أو هذا التعليق مفيدا للإضاءة على بعض الجوانب التي يعني لقضية هذا العميل وغيره من العملاء، وشكرا جزيلا.